كيم جونغ أون زعيم كوريا الشمالية ماض فيما يبدو في تنفيذ سلسلة من التجارب الصاروخية التي أقلقت جيرانه وحلفائهم. صواريخ تكتيكية موجهة أحدث تجربة أعلنت عنها بيونغ يانغ استعرضت خلالها برامجها الصاروخية المتطورة ودقة إصابة الأهداف وكفاءة تشغيل المنظومة. اختبار صاروخي هو الرابع لكوريا الشمالية مطلع العام بعد عمليتي إطلاق صواريخ أسرع من الصوت ذات قدرات على المناورة واختبار آخر لصواريخ باليستية قصيرة المدى أطلقت من عربات قطار. تجارب بيونغ يانغ الأخيرة لصواريخها أثارت قلق جارتيها كوريا الجنوبية واليابان وحليفتهما واشنطن. فوزارة الدفاع في سيول اعتبرت جميع عمليات إطلاق الصواريخ الكورية الشمالية تهديدا لأمنها، لكنها أكدت قدرة جيشها على رصد تلك الصواريخ واعتراضها. وحذرت واشنطن في وقت سابق من اتخاذ إجراءات أقوى ضد بيونغ يانغ بعد أن فرضت إدارة الرئيس جو بايدن عقوبات جديدة الأسبوع الماضي. أما الممثل الأمريكي الخاص لكوريا الشمالية فقد طالب بيونغ يانغ بالتوقف عن أنشطتها المزعزعة للاستقرار على حد وصفه، لكنه رحب باستئناف محادثات نزع السلاح النووي دون شروط مسبقة. يقول خبراء إن زعيم كوريا الشمالية ينتهج التصعيد العسكري لانتزاع تنازلات من واشنطن وحلفائها، ولكن مع كل تجربة سلاح في كوريا الشمالية تتغير النبرة الأمريكية وتتوتر الأجواء السياسية وتكاد تصل إلى حافة الهاوية.